صباح الخير عليكم البنات، صباح النور، لاباس عليكم، اموركم بخير، نتمنى تكونوا في احسن الاحوال ان شاء الله. اليوم غادي نديكم معايا واحد الجوله الماتش، غادي نتقدا تقضي ديال الشهر، خليكم معايا. وصلت للجوطية، يعني السويقة اللي حدا المحطة. هذه أول مرة في حياتي البنات كنجي لمدة ديال 16 عام وأنا ساكنة هنا في قفن صالح، لكن أول مرة كنجي ليها كنت جيت مرة واحدة في حياتي، ولكن بقيت في الطوموبيل ما هبطتش منها. كنت جيت مع راجلي الله يرحمه، هو كان هبط شراشي دجاج بلدي وسميتو، لكن أنا بقيت في الطوموبيل. هذه أول مرة كنجينا، هذا سخفات ليا لأنها فيها الحلاق مسخانة، فراه جالسة حدايا وأنا كنقدا دابا في الزيتون. الزيتون داير 320 ريال الكيلو، يعني 16 درهم، لا الزيتون الكحل ولا الزيتون الأخضر، لكن الجودة ديالو ممتازة. غادي ندوز دابا نتقدا حاجة أخرى. هاكا تزدا البنات، كناخد الصدر ديال الدجاج لأننا عزيزة عليها، فالصراحة هنايا لقيت كاين أثمنة مناسب بحال الصوصيط. امتى يكونوا الكبادي والسميتو؟ غدا هانتوما. الولد راه عندو رخص من المرجان هنايا كاين في الجوطية. المهم انايا فاش جيت لقيت الأثمنة هنايا مناسبة، صافي انا خضيت من ديال لادان ودابا دزت نتقدى الديسير. بالنسبه للديسير فغادي ناخذ الليمون، وخضيت التفاح ياد والتلبانان حتى هو، هادو هما ثلاثه الانواع اللي غادي ناخذ. ما غاديش نكثر بزاف باش هكذا البنات ياكلوهم، ما يبقاش الديسير غير يضيع. بالنسبه للثمن ديال الليمون فهو 6 دراهم، التفاح دايرين ليه 12 درهم، والبنان 8 ديال الدراهم، شوية مرتفع على كيف ما مولف في العادة ديالو. خديت الخضرة، صراحة العافية شاعلة في الأثمنة، غالي بزاف وخا تا زعما السويقة ولا المارشي كدايا ولا مكاينش شي فرق. خديت غير داكشي لي غادي نحتاج، محاولتش نكتر، خديت غير البصلة. تفكرت مع طيشة من خديتها الشوف والعسل. المهم البنات هانتوما معايا السيد غادي يجمع لي الحساب، ونمشي للدار وغادي تشوفوا بالتفصيل اشنو خضيت هنايا الخضره، واخا كثر غالي شويه. اليوم الخضره العافيه شاعله فيها، لا الخضره لا الديسير لا اي حاجه حطيتي على يدك العافيه شاعله فيها. الصراحه في هذه البلاد السعيده هذه مسكين الدريويش راه محالو واش يقدر يعيش، والله العظيم علاش ما حطيتيش. بحال دابا مطيشه ب 5 دراهم باش خديتها، قالت لي ماما كاينه في السوق، في سوق السبت ب 3 دراهم، 3 دراهم في السوق وفي السويقه يعني في الجوطيه برا على السوق زايدين 2 دراهم اللي زايدين فيها. قالت لي ماما مسكينه، قالت لي شتي كون كانت بعدا كي الطوموبيل كلها باش نتقداو وتجيبي الخضره من السوق سبتي. هما يتقداو ليا في السوق، ماما تمشي تقدا ليا من السوق وتجيبها ليا وتوصلها ليا حتى لهنا، ولينا اش غندير نبقى جاغر صافي كيف الطوبيس ولا شي حاجه. وانا اصلا عندي الدهر الفقرات ديالو وا تكلو من هذا الزمان، ما تقدرش على الثقل بزاف. واش غنديرو؟ غادي ندير بعدا كي الخضره هي الاولى، نغسلها نزكيها نقادها، وعاد الديسير تا هو، وها الثومه معايا في الفيديو. تشهيتهم صراحة، شي طويجين يكون واعر ويكون على الفاخر البنات، شي حاجة ما نعاودش ليكم.
نديروا البنات الديزير. انا خليت لي بلاصتو في الشبكه ها انتم، انا خليت لي هنايا ودابا البنات صافي. عرفتي هاد العصا هادي ها شي نهار غادي تهرس ليا التليفون. المهم البنات ها نتوما هاد الديسير انايا قاديتو، والخضره واش بقى ليا؟ بقى ليا دابا اللحم ست فوا، انا مقاد هنايا غادي نقاد الربيع كيفاش نقاد الديسير، وحتى اللحم كيفاش كنقسمو وكيفاش كنقادو، لان الاقتصاد راه واجب تعلمت في هاد الدنيا هادي بان اهم حاجه خصنا نتعلموها هو الاقتصاد والتوفير. داكشي اللي كان زمان ما بقاش، دابا خصني نقاد كل حاجه والقانون ديالها. البنات انا تخبيت صدر ديال الدجاج، هذا كيلو لان نادا ما تتبغيش ليا بيبي، تبغي غير الدجاج. هذا البنات شنو كندير ليه؟ كنغسلو، كندير فيه الحامض، من بعد انتما غادي تشوفو. هذا البنات انا غادي نخليه دابا يتصدر واحد شويه حتى تيشف مزيان، كندير ليه الحامض وكندير ليه الملحه، عاد نقادو الثلاجه. بعض المرات كنشدو كن يعني هادشي اللي بغيتو صاين كنخليه صاين، واللي بغيتو صاين كنديرو كفته وكنديرو في ميكات. انا الان كنستعمل الكفته ديال الدجاج بزاف، كنديرها في المملحات، كنديرها في لي كريب، كنديرها في بزاف ديال الحوايج. المهم هذا غادي نخليها هنايا هكا حتى تندير ليه الحامض. ودابا الطحانه ما عنديش، ولكن غادي نحاول نشوف شنو غندير لي. اللحم حتى هو شوفوا البنات انا راه عشاقه حتى ما عزيزش عليا داك اللحم المشطم، هذا راك جبتو قبل وما طيبتوش. بقى نزيد عليه هذا اللي جبت البارح، ها نتوما شفتو البنات انا ما عزيزش عليا داك اللحم اللي تيكون حمر كامل، تيكون مشرطن، تيكون اللحم تيكونو خيوطه، عزيز عليا اللحم اللي تيكون فيه هذا غيز غيز، حنا كنقولو ليه غيز غيز، تيكون فيه شويه الشحمه كيكون زوين. انا قلت للقزاله قطعوا ليا رقيق على حساب الطاجين، شفتو ما كنجيبش انا داك اللحم الاخر تيكون باسل. هذا كان البنات اللحم الحمر تيليق في القرده، تيليق في الكفته فقط لا غير، اما الطويجنات او لا شي حاجه هكا كيبغيو غير الحيمات. المهم حتى هذا حتى هو نخليه يتسكتر. هنا عشقت شويه ديال الكبده وديال القلب، واخا بناتي الصراحه ما كياكلوهمش غير اني انا نبغيهم. انا حيت ما عنديش شبيكات البنات داكشي علاش درتهم غير في الطباسل تيتسكتروا، يكون عندي الشبكه يكون حسن. المهم هذه اللي بقات
هذه بقات الكفته، غادي نوري لكم كيفاش كندير ليها باش كتقرط. كنحطها في الثلاجه وقت ما بغيتها كنلقاها. انا البنات راه كنت كان يعني كل نهار كناخذ اللحم اللي خاصني، ولاني بعض المرات ما كنكونش مساليه مع الصباح، اولا كيكون عندي شي حد، كيكون عندي تصوير، كيكون عندي شي حاجه. اللحم كل نهار كنجيب بحسابه، يعني كنجيبو من عند الجزار طري، ولاني يعني في غالب الاحيان كان كيكون عندي يا اما الشقه مع الصباح، يا اما التصوير، يا اما فما كندركش الوقت. تيكونوا الناس باغيين يخرجوا من المدرسه، خصك تبقاي جالسه في الدار، خصك وتنتفاوت على الوقيته ديال الغداء. داكشي علاش قلت هاد المره هذه نجيب كلشي ونقادو، يبقى ليا في الثلاجه يعني داك ديال 20 يوم ديال الشهر. المهم حتى تيتسالى ورا ديك الساعه الكزاكي وندوز. ودابا الشيبه نقادها نصايبها باش تبقى ليا صاينه اطول مده، كذلك القزبر ومعدنوس كيفاش نحافظوا عليه في الثلاجه اطول مده. دز دابا الشيبه، عرفتي البنات الشيبه شنو كانت تديرها الوالده؟ ولا هاتي نجيب الموس الشيبه. نحيدو لها هاد الجدور هادا، هكا تدير لها الوالدة. واش تتبقى أنيقة؟ ديما فاش كنا هانتوما شتي هاد الشي هذا ديال الحتفات فسميتو كتحيد. ديما فاش كنا صغار كنا كنقولوا علاش بحال ما هكا، لاني تا كبرنا عاد عرفنا. انا الربيع البنات كان كنت كنخليه بحال ما هكا في الثلاجه وكان كيخسر. صافي كنعاودو نقادو. ها انتما شتي دابا، دابا تتولي شوية شيك، تيبقاش في هداك الحتفات في ساعة كيف هاي في ساعة. المهم ها هي نحطها، دوز دابا للربيع. هو تنبدا نقي فيه حقاش هادشي البنات اللي تيكون لداخل هو اللي كيكحل الربيع من بعد. صافي البنات هانتوما كيف ما كتشوفوا نقينا الربيع كامل، حيدت منه داك الشيء اللي خصو يتحيد. صافي ونعاود نسد عليه، يا اما كنعاود نسد عليه يا اما كنغسلو البنات وكنشفو وكنديرو في شي كتانه اللي كيبقى هكدا، ما غاديش يخسر بالزربه هذه كيبقى. صافي غنديرها في شي ميكا
هاد الزيتون هذا واعر. بقى ليا سيترون حتى نشوف فاش غادي نديرو. دابا الان السوبيرات كلشي محول، نبغى نشوف فاش نديرو ونقادو. هانتوما البنات شفتو كندير فيلم اليمونتير، كنقاد فيه وكنعاود. المهم هانتوما شفتو هادي ديال الكفته هكذا. الا بغيتو كتقادوها كديرو لها بحال هكا. كتقسموها كتبقى في الكونجيلاتور. انا غنوري لكم كيفاش في الكونجيلاتور البنات. وقت ما بغيتو كتشدو بسهوله. انا غنوري لكم مره اخرى. هادي تقطعات من هنايا. المهم كنقادوها بحال هكا البنات، يعني على حسب شحال بغينا الكميه اللي بغينا. هكا البنات ملي كتلج، ملي كتولي في كونجيلاتور متلجه، كتقطعوا غير داكشي اللي بغيتو. واخا في كونجيلاتور كتقطعوا غير داكشي اللي بغيتو. كنحاولوا نقادوه باش نستفوهم مزيان. هنا باش كيجي ملي كتكون رقيقه كتقطع لينا بسهوله. هانتوما البنات صافي قاديته هكا، غادي نهوي.
صافي هانتوما شتو شتو البنات الطريقه اللي كندير بحال ماكو كتجي مزيانه هادي. صافي كنبدا نحط كنستف كنحاول هانتوما شتو قد قد قالي هادي غنكملها وانا معاكم. ومن بعد ما ساليت الحيمات ديالنا شوفوا انا كي درت ليهم قطعتهم هكذا لان البنات ما كياكلوش ها نتوما شفتوا كيفاش درت ليهم لان البنات ما كياكلوش عندي انايا اللحم فهادو غير ليا انا ما كياكلو طاجين سك. المهم هذا ها هو ديال الدجاج شنو غادي ندير ليه غندير ليه حامض البنات على حساب الزفورية صافي كنديرهم من هاد الباكيت هادوك تخطيطهم من عند السيد اللي باع ليا الدجاج. البنات كاين هذاك اللي كاين في الجوطية اللي وريت لكم داك السيد راه عنده رخيص على مرجان مرجان كتلقى الصدى ديال الدجاج غالي دابا لقيتو عند هاد السيد هذا لقيتو رخيص وعجبني الصراحة عجبني بحال أنا نسبهم رخيص يعني بحال شكل مرجان ها هما كديريهم صافي ونبقى تا هما حتى نكملهم باش نبدا نستف. صافي ساليت غسلت الخضره لان خصني بلاتي عاد نشفها نقادها ونديرها في الميكات كل حاجه غادي نديرها في الميكا الربيع ها هو قاديتو شوفوا الماتيريال ديالي الربيع ها هو قاديتو البنات هكا كيبقى ما كيخسرش الشيبه هي قاديت الزيتون قاديت الكفته قاديت الحيمات الدجاج وهذا البنات خليته لانه بنطيب منه الغدا صراحه درني الجوع تنقطع منه بعدا كاين انايا يعني نطيب منه الغدا وهذا نديرو كيفما يعني كيفما الحيمه حتى هما ايوا صافي هذه هي التقضيه ديال الاسبوع. انا البنات ما تقديتش لقامه وداكشي التوابل اللي خاصني لان كنت في الشهر اللي فات خضيتهم بزيد فباقي عندي خصني غير تيد فحتى تنخرج لي ما لقيتوش في الهريه خصو مرجان ومرجان بعيد حتى تنخرج لي عاد ناخذو صافي داكشي الاخر الحمد لله هاد الشهر هذا عندي كلشي يعني الا خصت شي حاجه قليله هكا كنمشي لها المرجان الحيمات قاديتهم كصغيورين عجبني الحال مولفه ندير دوك كبار دوك الميكات كبار دابا عجبني الحال بقى صغيورين اي شطويجين على الفاخر باللفت والخضره يا ربي يا مولاي يجي على المزينات. هذه هي الفيديو ديال اليوم البنات شاركتكم التقضيه ديال الشهر ديالي هذه ان شاء الله غادي نحاول نقتصد فيها الشهر. انتظروني في فيديو اخر ان شاء الله على القناه والسلام عليكم.